أخطبوط يهاجم غواصا بشكل مباغت في المغرب. إذا كنت تعتقد أن الأخطبوط من بين الحيوانات السلمية فلا تدع مظهره يخدعك، ربما سيجعل كما حصل مع الغواص المغربي مصطفى حرموش على شاطئ للا خويرة بمدينة أكادير المغربية، أكثر حذرا عند الغوص في المرة المقبلة. وعادة ما يختبئ الأخطبوط بين الشقوق والحفر وتحت الصخور، ويتواجد أحيانا على السطوح مباشرة. وفي أحد الأيام قرر حرموش اصطياده بيده، فماذا حدث مع الغواص المغربي؟ وبعد إخراج الأخطبوط العملاق من جحره، أمسك حرموش برأسه محاولا قتله، ولكن تفاجأ الغواص المغربي بأن ذراع الأخطبوط كانت أطول من ذراعه، وكاد أن ينتزع قناع الغواص خاصته، ما سيفقد حرموش الرؤية أسفل الماء. وتدرك الغواص المغربي هذا الموقف فورا، إذ أصاب الأخطبوط شريانه وشل حركته. وينصح حرموش دوما بضرورة اصطحاب رفيق في أي رحلة غوص.